بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا والجميع التوفيق والسداد. هذه الأزمنة يعني تحتاج إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يقدر على العباد، كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العباد فهو خير، من رضي فله الرضا، فلا بد أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وكم من أمور قد مرت على الإنسان فاستفاد في الغالب، أن الإنسان يستفيد في الغالب في وقت الضراء أكثر مما يستفيد في وقت السراء، لأن الناس يعني سبحان الله كانوا في الجاهلية في وقت الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. والإشكال أننا يعني النعم لا تعد ولا تحصى، وأصبحنا حتى لا يعني نشعر بقيمة هذه النعمة. الآن مع هذا الابتلاءات، والله كانت هناك فوائد، لو لم تكن من الفوائد إلا أننا علمنا فوائد هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا: الانتقال، السفر، الأموال، النعمة، الصحة، الأمن، يعني حتى ولاة الأمر، العلماء، يعني كنا لا نشعر بهذه الأمور. يكفي الآن أن الناس عرفوا قيمة المساجد. يعني كنا نقرأ في القديم، بعض الناس يقرأ أن من السبع الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، رجل قلبه معلق بالمساجد. فكنا لا نعرف يعني قيمة، يعني كيف يكون القلب معلق بالمساجد. الآن أصبحنا نسمع ونرى، بل يعني هذا أصبح واقع لنا اليوم، نتعلق بالمساجد، نريد الذهاب إلى المساجد ولا نستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج يا رب.